ومشاهدينا هسه راح نروح ويا الزميله رشا من بغداد ونشوف فعاليات انطلاق معرض العراق الدولي للكتاب في بغداد، ونشوف كم دوله شاركت به وشنو انواع الكتب الموجوده وغيرها الكثير من التفاصيل. يسعد صباحك رشا، اهلا بك. يسعد صباحك رشا، طبعا احنا دائما نكون سعيدين بالجولات وياك رشا، ومبروك اللوك الجديد، دائما يعني تبقين حلوه بكل الستايلات. فعلا هي كل شيء تسوي رشا حلو عليها. لا أني خجلت. صباح الخير والعافية والبركة على عيونكم مشاهدينا الكرام وأحلى زميلاتي في الاستوديو، أنتوا الحلوات وبصراحة ما أقدر أنافسكم بموضوع الجمال، فنسوي تغييرات بسيطة على مود شوية يصير توازن. حلوة التغييرات. طبعا رشا احنا حابين تاخذينا بهذه الجولة ونتعرف أكثر على الكتب الموجودة والدول المشاركة. نعم نعم، احنا متواجدين مثل ما ذكرتوا في معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته اليوم. العفو أنا آسفة، أنا ما راح أحكيكم تفاصيل عن الموضوع، أريد أحد من المسؤولين والقائمين عن المكان من المنظمين يعني يتحدث لنا أكثر. تفضل أخ خالد. مرحبا. مرحبين. صباح الورد. صباح النور. معرض بغداد الدولي للكتاب مو هاي السنة ولا السنة اللي وراها، صار له سنين ما شاء الله مستمر وبنجاحات قوية، احكي لنا هاي السنة شنو اللي يميزه؟ مميزه عدد المشاركات الدول الموجودة حاليا. اكيد. أكثر من يعني هواي دول عندك، يعني تبدي العربية والحتى الآسيوية موجودة. يعني نقول تقريبا العدد. العدد تقريبا أكثر من 30 دولة موجودة. أكثر من 30 دولة، أكثر الدول المتميزة اللي مشاركة بعدد كبير من الكتب. أكثر دولة مشاركة عندك مصر والأردن موجودة متواجدة، وأكو وايد هم من الدول مشاركة أكثر بعد. تمام. واحدة من صديقاتك تريد تصور، تعالي 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 نسلم عليك اذا تسمحين. عيوني تفضلي تفضلي يم. مرحبا. الله يسلمك. اول شيء ما عرفت اسمك. خالد. خالد وحضرتك. شكرا شكرا. شلون صار التعاون بيناتكم انتم كشباب حتى تنظمون هذا المكان؟ شلون يصير تنقلاتكم بين البوثات وشلون تشوفون الناس يعني برغبتهم بالوجود بهذا المكان؟ يعني بالنسبه للاقبال حلو ما شاء الله، وثقافه عامه عند الشباب. شوفي الكاميرا شوفون جمالك. اي نعم الله يسلمك. بالنسبه للثقافه العامه عند الشباب ما شاء الله جدا واسعه، واغلبهم يعني يجون يقرون انواع مختلفه من الكتب الاجتماعيه الاقتصاديه الفلسفيه، اكو الدكاتره اللي يجون على مود اختصاصهم، اكو الاقبال الواسع من الشباب، ومن يعني اقبال جدا حلو جميل ما شاء الله. اما بالنسبه للتعاون بين المعرض يعني الاعضاء الفريق اللي المعرض منظمين له، يعني ما شاء الله جدا يعني متعاونين، ونحاول اقصى حد عندنا احنا نطلع المعرض بصوره جميله ومرتبه للزائر اللي يجي على مود ياخذ الكتب، وننوه على شغله انه الكتاب يعني ضروري يكون واقعي وملموس بدل الالكتروني اللي هسه يعني صار جدا واسع الالكتروني بدل الملموس. انا سمعت على سالفه المبادره مال الكتب المجانيه، ممكن تحكوا لنا عنها؟ يعني الكوبونات قصدك؟ الكوبونات اقرا. يعني هاي حتى تحفز القارئ والشاب وفئه الشباب اللي هم طلبه اغلبهم يعني حتى يشترون براحتهم ويقدرون يعني ياخذون مختلف الكتب من الدور، فهي مبادره كلش حلوه للمعرض او المبادره يعني. شكرا لكم. سلمك يا رب حبيبتي الله يسلمك. مثل ما شفتوا زميلاتي العزيزات ومشاهدينا الكرام انه عدد كبير من الدول المشاركه، امارات والاردن ولبنان والصين وغيرها وغيرها من الدول المشاركه. بالجانب الثاني انواع الكتب مختلفه كلش هوايه الى درجه انه واحد يحير ايش يختار. افضل شغله انا عجبتني هاي السنه اللي صارت اللي هي مساله الكوبونات، مثل ما ذكرت البنيه انه الشخص اللي ما يقدر انه يقتني كتب يقدر يحصل هاي الكوبونات، حتى انه ياخذ قيمه 25000 دينار انه يقدر يحصل الكتب اللي يريدها. ممكن انه نشوف مثل ما تشوفون الناس هوايه متوافده، ولو انا جايه همنا من وقت التوافد على المعرض راح يكون أكثر وأكثر خاصة بالفترة المسائية. مرحبا نسلم عليكم. مرحبا أهلا. احكي لنا عن المعرض، رأيك به، شنو الكتاب اللي تقتنيه؟
بالنسبة للمعرض أولا أجواء كلش حلوة، والكتب السنة انصدمت بها العناوين ما شاء الله. بالنسبة لي أنا أحب أي شيء قديم تاريخي، وخاصة الثقافة الصينية واليابانية، لأن أنا أصلا أكتب مانجا، صدرت لي قبل كم يوم مانجا يابانية. أي أو فهسا أنا جاية أدور كم كتاب عن الثقافة الصينية، وما صيني أخوتي على روايات. أنا أشكرك. أهلا وسهلا. بس خلينا نشوف صاحب الدار. انا قلت لي انا ما اصور، قلت لك كيف يعني. مرحبا. يا مرحبا. نهارك سعيد. انت من وين؟ من مصر. نتشرف بيك انت واهالي مصر، نورت العراق. الله يخليك. شلون شفت استقبال اهل العراق المعرض، تعاون بين يعني معرض بغداد الدولي وحضرتك، شلون كان؟ بصي، القارئ العراقي فاجئني، لأن هو قارئ متفحص وقارئ جيد جدا، بيحب يتفحص دايما، بيحب يسأل، بيحب يتثقف، بيقرأ في جميع المجالات تقريبا. تمام. وهنا في مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية مترجم عن الصينية إلى العربية، كل ما له علاقة بالصين سواء من سياسة أو معارف عامة أو أدب أو غيره. عجب اختصيته بالجانب الصيني، مع العلم مصر أصلا هي تاريخها بحدها كافي. الدار أصلا بدايتها كانت من الصين. كان الفرع الأساسي كان في بكين. نعم. تمام. وبعد كده يعني هم تشجعوا في الصين إن هم ينقلوا الثقافة من الشرق إلى الشرق الأوسط. صراحة يعني تاريخهم حافل بقصص وعبر وحكم كثيرة. وأديان وغيره يعني. في بوذية. أنت مرتاح؟ أوي. أنا مرتاح. أنا جدا، أنا حبيت العراق جدا. هي العاد بقيمنا. شكرا لك. الحمد لله. شكرا. تريدين تضيفين إضافة؟ إحنا لايف طبعا، بس لحد تفضلي. بخصوص بيت الحكمة، أحب أقول أن الصينيين لما عرفوا عن بيت الحكمة العراقي قالوا إحنا ليش ما هم نسوي بيت حكمة، فأخذوا الاسم عن طريق العراقيين. اصلا خوش معلومه. اي اصلا لما شافوها تعجبوا ببيت الحكمه العراقي والموروث الحضاري والتاريخي اللي هو به، فقالوا احنا نسوي بيت الحكمه. يعني الصينيين اخذوا الاسم من عندنا. اي منه، حتى العنوان بيت الحكمه هو اخذوه من عندنا. عجبتني هاي المعلومه. شكرا. انت شنو اسمك؟ رنا سلمان. رنا سلمان، جمعية رابطة المجالس البغدادية الثقافية وجمعية العراق الصداقة العراقية الصينية. شكرا لك. مثل ما تشوفون الناس أصلا مثقفة، هذا الكاتب وهذا الروائي وهذا القاص وهذا الطالب وهذا اللي جامع علم. فمثل ما تشوفون الأجواء أصلا مريحة وتخلي النفسية مرتاحة، حتى شنو واحد يشجع أنه يقتني مزيد من الكتب أكيد ومزيد من العلم. إذا بنات عندكم فت سؤال معين قبل ما أستشير أحد أو نسأل أحد ثاني. نعم طبعا رشا، انت كفيتي ووفيتي والمعرض مبين كلش حلو. سلام. احنا راح نخليش تستمتعين بهذه الجوله الحلوه، وانت هم اذا تحبين الكتب حتى تروحين وتاخذين الكتب اللي تحبيها. شكرا لك على هذه الجوله. شكرا لوجودك ويانا.